السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نتعلم درس العلوم للصف الأول الأساسي. وقبل البدء بدرسنا الجديد سوف نقوم بمراجعة الدرس السابق، ألا وهو بعنوان الحركة. الأشياء من حولنا إما أن تكون ساكنة وإما أن تكون متحركة، ولكن الأشياء المتحركة تتحرك بطرائق مختلفة، مثل المشي كما ترون بهذه الصور، والسباحة، والطيران، والزحف، والقفز. أما بالنسبة للإنسان فهو أيضا لديه طرق مختلفة للحركة، مثل القفز والركض والسباحة والتأرجح. اليوم سوف نتعلم عن القوة. صديقي الطالب، انظر إلى هذا الكرسي، هل يستطيع هذا الكرسي أن يتحرك دون أن يحركه أحد؟ بالتأكيد لا، قم أنت بدفع الكرسي. هذا يعتبر أحد أشكال القوة. فالقوة تجعل الشيء الساكن يتحرك. ولدينا أنواع من القوة، قوة دفع وقوة سحب. فقوة السحب يا أول هي قوة تقوم بتحريك الأشياء بالسحب. انظر هذا الكرسي، عندما أقوم بتحريك الكرسي إليه تعتبر قوة سحب. عندما أقوم بإبعاد الكرسي عن الجسم تعتبر قوة دفع. شد الحبل، أكيد يا أول جميعنا نحب هذه اللعبة، وشد الحبل تعتبر قوة سحب. انظر للصورة الثانية، فتاة تدفع البلد، إذا هي قوة دفع. انظر للصورة الثالثة، طفل يدفع الكرة بعيدا عنه، تعتبر قوة دفع، وجميعنا نحب كرة القدم. انظر للصورة هنا، فتاة تجر العربة نحوها وتعتبر قوة سحب. وهنا الصورة قوة دفع.